يا كويت، طبعا هنا الكويت هي أول كلمة سمعت عبر إذاعة دولة الكويت. هذه العبارة التي أصبحت ملازمة لبداية كل البرامج مسيرة ذهبية للإذاعة والتلفزيون الكويتي عبر العديد من الأعمال التي تركت بصمة مهمة في تاريخ الإعلام والفن العربي. أكيد، شو اللي يخلي هذا البلد الصغير موارده البسيطة آنذاك يتصدر إعلام الصفوف الأولى وبلا منافس خليجي؟ وشلون وصلت التجربة الكويتية إلى الدول العربية كافة وتعدت حدود الوطن العربي؟ طبعا وبعد كل هذه السنين تاريخ ذهبي يتفاخر به الكويتيون أمام العالم، احنا اليوم نتناقش عن موضوع عن بداية الإذاعة الكويتية ومعهد الموسيقى والفن الأصيل، ولا يحلو هذا النقاش والدردشة إلا مع ضيوفنا المتميزين الدكتور علي الحنفي والأستاذة هناء الدكتور علي الحفني والأستاذة هناء العشماوي والأستاذة ليلى المسلم، معلمة ومدربة موسيقى. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني أنا سعيدة يتجدد لقائي مع، خلني أقول، هرمين ونجمين رائعين في سماء الموسيقى العربية والكويتية والخليجية. الله يكرمك. الله يكرمك. وسعيدة فيكم كثير. إحنا أسعد. ولقائي يتجدد بأول مرة بالأستاذة ليلى، طالبة للأستاذة هناء العشماوي والدكتور علي الحفني. يمكن الحديث جميل ومشوق أيضا بوجودكم من خلال الحديث عن الموسيقى والمعهد الموسيقي اللي صار آنذاك بالفترة اللي ما كان فيها الموسيقى أو الفن موجود على الساحة العربية أو الخليجية تحديدا. يمكن وجودكم في الكويت من خلال 53 عام 52 عام، أنا عايز أقول 62 من سنة 62، عطاء جدا جميل وكبير من قبلكم. يمكن لو بتحكي عن هذه الذكريات شنو اللي يطرى في البال دكتور علي؟ ذكريات الجميلة منذ وجودك زمن الطيبين دكتور، وجودك الكويت، الزمن الجميل، الزمن الجميل. تعطينا فكرة عن الحياة آنذاك خصوصا في بداية الإذاعة الكويتية والتلفزيون وأيضا معهد الموسيقى؟ طبعا إحنا لما جينا كان بس عم محمود الكويتي، عم أبو فضالة، سعود الراشد، يعني مجموعة صغيرة يعني. صحيح. وطبعا إحنا كنا الفرقة المكملة للفرقة اللي جت قبلينا بشهر سنة ونص تقريبا. ما شاء الله. فجينا كبرت الفرقة وبقي يعني الجماعة اللي ابتدأوا ييجوا على دور الفرقة. صحيح. والنشاط كان طبعا كتر والتسجيلات كترت. أكيد. خاصة دكتور علي كلامك في متمة، أنتوا جيتوا في شهر العسل أنت والأستاذة هناء العشماوي. يمكن كتب الكتاب 6 أيام في القاهرة وبعدها رجعت جيت الكويت ولحقتك. بالضبط، بعديها بست أيام. أيوة لحقتك. أنا بعديها بشهرين. شهرين تقريبا لحقتك الكويت وقضيت شهر عسل جدا جميل، واستمر إن شاء الله الشهور كلها دهر العسل، خلينا نقول في الكويت الجميلة من خلال عطائكم ووجودكم. التوليفة الجميلة بينك وبينها، عاشق للموسيقى وعاشقة للموسيقى. أسرتك من الصعيد دكتور علي، وعاشقة للعلم والقانون، وكانت رافضة تماما دخولك مجال الموسيقى، وكذلك الأستاذة هناء والدها كان رافض دخولها الموسيقى. بالزبط. لكن العشق وهذه التوليفة بهذه الشخصية ومواجهتكم للتحديات وصلكم إلى الكويت. بالزبط. وتأسيس فرقة إذاعية، تأسيس معهد موسيقى في الكويت. بالزبط. يمكن أحداثي طول الحكي فيها، لكن أنا بسمع منك أستاذة هنا، شلون اجتمعتي بالدكتور علي؟ اجتمعت بالدكتور علي وهو طالب في معهد الموسيقى اللي هو المعهد القومي لعلم الموسيقى الكونسرفاتوار. صحيح. كنت أنا طبعا طالبة لسه في أولى ثانوي، وهم كان عشان بداية المعهد كان في أول سنة لافتتاحه، كانوا فاتحين اللي يدخل يدرس مش بدون تقيد بالسن. حلو. يعني مش زينا احنا اللي داخلين واخدين إعدادية. صح. اللي هنا تعاد المتوسط. متوسط. والأستاذ علي دخل المعهد يتعلم فلوت، علما ان هو كان عازف نايي مشهور ومعروف
في السوق يعني، او احنا بنقول كلمه سوق انما هو في المهن الموسيقيه. وعضو نقابه المهن الموسيقيه بس دخل يدرس آلة الفلوت. صحيح. ومن هنا تقبل، من هنا يعني تقبلنا. انا كنت بدرس كلارنيت صح، والنصيب والنتيجة طلعت مدرسة جميلة قدمت الكثير والكثير من العطاء. أيوه. خصوصا في الفرقة الموسيقية في إذاعة دولة الكويت. أستاذة ليلى حياك الله، مدرسة ومعلمة، معلمة موسيقى. الولادة كانت بالكويت وأيضا جميع المراحل الدراسية في الكويت، والوالد عسى الله يرحمه كان أحد تجار بيت المال عندنا بالكويت. كلمي عن الذكريات هذه عن وطنك الثاني الكويت. الوطن الثاني الكويت كان يعني أحلى وطن، أيام الأيام الطيبة، الأيام الحلوة. الوالد كان أصلاً هو يعزف ناي كمان ما شاء الله، فكان يحب الفن وكان يشجع أي حد فينا. لما فكر يشتري لي آلة موسيقية ما كان إنه سهل تكون موجودة كمان، يعني مو أي آلة، مو بهالبساطة اللي تكون زي الحين يعني. اختياراتها صعبة، اختياراتها صعبة، وحس إنه في عندي ميول فنية موسيقية لأنه هو يحب ويشجع يعني. صحيح. ولما يكون في أحد بالبيت يكون في تشجيع، يكون فاهم وعارف. فلما اشترى آلة البيانو تعنى وايد علشان يطلبها من اليابان، يبيلها شحن بالسفينة شهرين أو ثلاثة، وكان عن طريق التوجيه الفني الموسيقي دلنا على تاجر وراح واشترى ليها، وكانت هاي بداية يعني الطريق لي. ولما دخلت المعهد أنا كنت جاهزة طبعا. صحيح. وكنت من الأوليات. فمن الأوليات. وبعدين يعني اجتزت اختبار المعهد لأنه ما كان بياخذوا إلا نسبة قليلة ومعدل لازم يكون ممتاز، فلما أخذت 100 من 100 ما كان في خيار إلا إنهم ياخذوني. نعم. هاي كانت أحلى الأيام. نعم. إلي لأنه كنت كثير أنا استمرت في تعليم الموسيقى. أستاذة هنا عندي سؤال الحين يطري على بالي. أنتوا يعني عاصرتوا جيل التأسيس في الإذاعة والفرقة طبعًا. الموسيقية، هذا ما كانت يقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة؟ أكيد. أنت طبعا إحنا بدأنا فرقة الإذاعة، أنا كنت مشرفة على التسجيل. ما شاء الله. كنا بنسجل مين؟ الفطاحل القدام طبعا، الرواد، الاستاذ عبد الله فضاله، الاستاذ محمود الكويت، الاستاذ سعود الراشد، الاستاذ عوض دوخي، الفنانين الكبار، نخبه. وكان وقتها برضو الاستاذ عبد الحميد السيد، الاستاذ عثمان السيد. كانوا كل دول اللي هم يعتبروا اللي بادئين قبل احنا ما نيجي. صحيح. قبل ما نيجي الكويت. نعم. بداوا معانا تقريبا الاستاذ بقى يحيى احمد، مصطفى احمد، بعد كده عبد الكريم عبد القادر، احمد عبد، يعني توالت الاصوات والملحنين. انما طبعا ما كانش في شك ان يعني كان حاجه جميله جدا. صحيح. ان احنا نلتقي بالفن الكويتي والفنانين الكويتيين. اكيد. يمكن الكلام برجع فيه للدكتور علي ونتكلم فيه اكثر، لكن الحين في غناية راح تنزل مشاركة فيها أستاذة ليلى من خلال هذه الغناية. اللي راح تذكرك شوي بزمن الشهرين تبع معهد الموسيقى. معهد الموسيقى كان الأولى المشاركة. كان بالفيحة. صحيح. أكيد. في الغناء مشاركة بالضبط مشاركة فيها إن شاء الله الحين تنزل لنا الغناية بعيد عنك اللي هي مشاركة فيها. طبعا. تبتسم. ورونا إياها عشان تشوف الأجواء اللي كانت في ذيك الحقبة وذاك الزمن الجميل. طبعا ما فيش شك ان ده كان بدايه المعهد الموسيقى، وكان في قله يعني من الطالبات والطلبه، بس كان الحقيقه الاستاذ احمد باقر رحمه الله عليه يعني الحقيقه كان نشاطه غير عادي. صحيح. وطبعا كان الشيخ جابر العالي هو اللي طلب اتقال الاغاني اللي هي خاصه بام كلثوم. صحيح. وباسم بصوت الطالبات بالضبط، طالبات المعهد نفسه. طالبات وطالبات طالبات المعهد والطلبه كمان. بنين وبنات. كانت حاجه جديده بالنسبه للمستمع. صحيح. وطبعا اول مره يشوف طالبات بيغنوا كده على يمكن هذه ليلى معانا اللي واقفه بالنص. تضحك ليلى ما اعرف انكش في الايام الجميله شايفاها. لا باي وايد حلوة الأيام هذه والإنجازات بدايتها لأنها كانت نشوتها. الجميل في الموضوع أن دكتور علي الحفني وأستاذ هناء العشماوي بعد ما يولي الكويت وأسسوا هذا المعهد وأسسوا هذه الفرقة انتشروا في القاهرة
وصار لهم ايضا سمعه فنيه رائعه جدا. طبعا الجميل في الموضوع هذا الكتاب اول كتاب للنوتس للناي والغماز اللي هو اضاف دكتور علي الحفني اضاف الغماز للناي لان الناي من غير غماز، فكان من ضمن انجازاته وعطاءاته في هذا المجال وتمكنه فيه ان اضاف الغماز بطريقه جدا جميله. اسالف معه تحت الهواء يقول لي للحين ما يدرسون الناي القديم، لكن هو أدخل هذه الآلة الجديدة بالغماز من خلال الحين محاضراته اللي يشرف عليها في أكاديمية. هو وضع منهج للناي بالغماز ودرس وتعمم بالضبط. هذا حاليا يعتبر منهج جديد، منهج لدراسة الناي بالغماز، منهج جديد ما شاء الله. الجميل يعني في الموضوع ترى حتى ولد الأستاذة ليلى يدرس أيضا عند الدكتور. درست وموجود إلى صورة بالكتاب. وهو له صورة في الكتاب عندي. عاشقين للموسيقى ها؟ والناي والغماز ما زال يدرس في المعهد، لأن طبعا الأساتذة اللي بيدرسوا حاليا في معهد الموسيقى كلهم تلامذة الأستاذ علي، فكلهم ماشيين على نفس المنهج. يمكن الأجواء الجميلة اللي كانت أثناء التسجيل دكتور علي، يمكن سجلت في البداية مع سعود الراشد رحمة الله عليك أول تسجيل معه. أول تسجيل بالضبط، وكان لك رفرف يا عالم بلادي. أيوة رفرف يا عالم بلادي فوق السهل والوادي. يعني الأحداث الجميلة والأول التقاء هذا وأول تسجيل، ومن سنة الـ 62 للـ 90 35 ألف لحن ما شاء الله تبارك الرحمن، ونقول إن شاء الله بزيادة يا رب العالمين. الله يبارك في حضرتك. شنو اللي تذكرك هذه الأجواء؟ شلون كان بداية التسجيل؟ شلون تسهلت هذه الأمور دكتور علي؟ يعني الحقيقة كان في مجموعة من المطربين يعني أصواتهم جميلة جدا، عوض دوخي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. طبعا الأستاذ سعود الراشد فنان كبير، وهو ملحن، وهو يعني حاجة كبيرة وقامة وعازف عود على مستوى طبعا. صحيح. ما في شك. صحيح. وده كان أول لقاء بيني وبينه. أول مش بيني وبينه، بيني وبين الفرقة الموسيقية، الفرقة الموسيقية كتسجيل. حلو. فيعني كان حاجة جميلة فعلا، وانا لما اسمع اللحن ده يعني بعتبر يا انا كنت بشتغل كده. صحيح. لا بس دكتور علي يعني عندي سؤال، الحين يقولون الموسيقى تغيرت نوعا ما، الجيل نفسه تغير، الاذن الموسيقيه تغيرت. تغيرت للاوحش. للاوحش. مش الاوحش، هذه المشكله، هذه اعباء الحياه، اعباء الحياه، لان دخلت عليها الالات الغربيه كتير، فيعني غيرت شويه. والنغمات الموسيقية اللي هو في يعني الشرقية بتاعتنا مش موجودة بالشكل اللي كان فيه الأول. نعم. صحيح. حلو. بحذافيرها خلنا نقول، بدقتها. طبعا. بس اسمح لي دكتور، أستاذة ليلى ما شاء الله عاصرتي أجيال وراء أجيال، وأيضا يعني حتى الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه عاصرتي. كلمينا، دائما الشيخ جابر رحمة الله عليه يقولون دفعة أمامية لكل أهل الفن وأهل الإعلام، كلمينا من خلال معاصرتك. هو يعني اول دفعه انه هو سوى معهد الموسيقى، فكر فيه انه يرقي هذا الفن ويخليه باحسن مستوى. يعني حب يجيب للمدرسين للمعهد مدرسين اكفاء سواء عالميين او على المستوى العربي. صحيح. يعني احسن الاساتذه، كان يتمتع المعهد بكفاءات عاليه من كل شيء، توفر للطالب، تهيئ له انه يكون فعلا مبدع. صحيح. الالات كان كل طالب يملك اله ومن احسن اله، يعني ما في اي واحد اي طالب عنده تخصص ما يملك الاله، فوفر الامكانيات كلها، فبالتالي صار في ابداع. صحيح. كان عندنا عمل متواصل على طول، لما الهمزه الوصل كان الاستاذ احمد باقر الله يرحمه كثير نشيط، والشيخ يبي الفتره هاي اغاني لام كلثوم. احنا صوتنا مو صوت ام كلثوم بس نأدي اداء صح ونغنيها بطريقه حلوه. صحيح. الفتره الجايه على طول يعني عندنا عمل متواصل، يبي الموشحات بطريقه توزيع اوركسترالي، بعدين اغاني شعبيه، اغاني وطنيه، يعني كان على طول عندنا عمل متواصل في نشاط وابداع على طول في المعهد، في تنشيط للمعهد، تنشيط على طول، وفي مكافآت للطلبه اللي بتشتغل. صحيح. يعني كمان احنا ما كان دوامنا مريح زمان، الدراسه صعبه ورقابه والتزام في الدوام من 8 ل 4 العصر، بس كان في تحفيز.
في تحريص وبعدين في تحفيز كبير وبعدين في كمان انه الى جانب النشاطات اللي احنا نسويها يعني صحيح. مو بس الدوام النشاطات فكله كان واقف يحس حال الواحد انه بيشتغل على طول صحيح. وبيبدع على طول وفي يعني فالله يرحمه الشيخ جابر كان كثير يشجع وكثير يحب وما كان يقول انه هو بينام اصلا بمبنى التلفزيون صحيح ما شاء الله عليه يمكن هذا السؤال بيرني حق استاذه هناء يوم كنت تسولفي لي تقولي لي ان الشيخ جابر العلي رحمه الله عليه تفرغ تماما للاعلام والفن الكويتي وخلى الكل يعني يدخل ضمن المعهد الموسيقي الاذاعي ويكون متخصص ودارس فكلميني عن هذه الحقبه الشيخ جابر رحمه الله عليه انشا داخل مبنى الاذاعه ودي كان حاجه اول مره تحصل في اذاعه يعني معروف ان معهد يتعمل معهد معهد في اذاعه كان من وجهه نظره الملحن المطرب حتى المؤلف لازم يبقى عنده فكره موسيقيه وعلى فكره اللي يقدر يكلم حضرتك اكتر مني برضو في الموضوع ده دكتور علي لا واحد لا ما هو واحد طبعا لان احنا كان عامل معهد كان مسؤول عنه الاستاذ احمد علي رحمه الله عليه فعمل ثلاث فصول فصل يوسف البكر انا عايز اقول حاجه ان الشيخ جابر العلي هو اللي اختار الاساتذه اللي درسوا في المعهد اللي اتعمل داخل الاذاعه والكلام ده سنه 64 ده كان من فتره طبعا قبل افتتاح المعهد طبعا ما شاء الله فكان يعني دي حاجه يعني جميله جدا لان حدث من نوع ست اشخاص من الفرقه الموسيقيه صحيح. هم اللي يقوموا بتدريس المجموعه اللي تواجدت كلها صحيح. الفنانين كلهم اللي في البدايه دي جميع الفنانين اللي غنوا في الفتره دي دخلوا واللي ما غنوش برضو لان كان لازم يدرسوا صحيح. لازم يتعلموا عشان يكونوا الفنان المؤلفين والمطربين والملحنين كله شامل اتعمل ثلاث فصول ونقلهم من وزارتهم لوزاره الاعلام وعمل تفرغ بس يقعدوا علشان يدرسوا هذه الناس لما تكون فاهمه لهذا المجال وفاهمه للاعلام وللفن ان تتفرغ يعني مو نجيب اي احد ونحطه ونقول له مارس هذه المهنه او لا 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 ما هو هو استكثر ان حد يجي بدون دراسه او وعي يعني كان يحرص على التاسيس لا عايز يبقى عندهم فكره ايه الموسيقى حلو دكتور علي يعني ما شاء الله المحبه مستمره الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله وعطائكم لا زال مستمر عندكم برنامج اذاعي شنو البرنامج هذا الاذاعه والنهضه الموسيقيه ده من ضمن البرامج اللي قدمناها حاجه ثانيه اللي بنقدمه حاليا اللي هو الحان خالده الحان خالده بنتكلم عن التسجيلات الالحان الخالده سواء في الكويت سواء في العالم العربي سجلناها كمان هنا من ايام الزمن الجميل كبيره جدا يا احلى زمان اللي معانا مطربين العالم العربي كله كلهم جم سجلوا معانا بالكويت ما دي من اسباب برضو النهضه الموسيقيه اللي حصلت في الكويت ودي في وجود الشيخ جابر برضو رحمه الله عليه كان هو صاحب الراي ده ان يستضيف كل الفنانين كلهم من بلادهم جم سجلوا معانا وانتم تاخذون المستمعين تعطوا من خلال هذه النافذه على الالحان الخالده اللي قدمت بالكويت بالضبط ده بالنسبه للبرنامج قبل كده قدمنا برامج ثانيه زي ما تفضل الاستاذ علي الاذاعه والنهضه الموسيقيه كان في فرسان النغم صحيح. كنا بنتكلم على يعني الفرقه الموسيقيه يعني تخصص في الموسيقى وتاسيس الفرقه اللي رافقت كل برامج الاذاعه حقيقة أنا كل شرف أني أمام قامات فنية أقدم الشرف لينا أن تقابلنا معكم أستاذة هناء والدكتور علي فنشكركم حقيقة على كل العطاء اللي قدمتوه للفن الكويتي والفن الكويتي ألف شكر إحنا ما نشكرش لأن إحنا بنعمل كده وطننا التاني بس الشيخ جابر ما الله يرحمه رحمة الله عليه ما كان بس يعني ينشر الثقافة داخل الكويت خارج الكويت صحيح. كان تمثيل الأسبوع الثقافي خارج. كل سنة في بلد هذا يروح من معهد الموسيقى ومعهد العالي ده إلى جانب أنه أرسل على طول بعثات الخارج منهم أنا طبعا وغيري 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 واللي حقيقة غادة قاعد نجني ثمارة للدراسة خارج الكويت يمكن الوقت أدركنا ضيوفي الأعزاء وأنا جدا كنت سعيدة بوجودكم إحنا قامتين رائعتين وطالبتهم أكيد قامة أصبحت في مجال الموسيقى إذا شفتوا الأغاني الكويتية المالتي السبعينيات الملونة بالمسرح مسرح الأندلس ولا غيرها وشفت واحدة حلوة جميلة ماسكة الكلارينيت ولا الناي مع الرائع كلارينيت
كلارينيت ايوه انا شكرا لهذا الاطراء طبعا سلمج حفظك والنايمة مع الدكتور عايل حفني بيتذكر الايام الجميله ويشوف هذه القامتين اللي كانت موجوده في كل اغنياتنا الجميله من البيت العامر كويت ابو ناصر كنا معاكم نكون دايم سلام مع صبحي تسوقي مع السلامه